السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام عن الحجامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام: احتجموا إذا هاج بكم الدم، فإن الدم تبيغ بصاحبه فيقتله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: الداء ثلاثة والدواء ثلاثة، فأما الداء فالدم، والمرة والبلغم، فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام أعزكم الله، ودواء المرة المشي. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد معكم أختكم أم الصابرين للأدعية وتفسير الأحلام. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.